اتي قليمن بمعمر والعسكري بمعمر في التنفيذ يضيع بالفعل لاعب شاب الثقة والحكم يأمر بإعادة تنفيذ الضربة الترجيحية ولا الكرة تسدد وهدف لفريق المغرب الفاسي هدف لفريق المغرب الفاسي 3-2 هنا الإعادة الكرة لعبت وعادت لمرمى الحارس خالد العسكري يعني قلت هذه مباراة غريبة نعم غريبة عادت المرمى كان يظن أن الكرة خرجت لكن ما خرجتش 3-2 لفريق المغرب الفاسي أغرب كرة تبعتها في العشر سنوات الأخيرة في الضربات الترجيحية أغرب كرة في الضربات الترجيحية نعم 3-2 لفريق المغرب الفاسي الجيش الملكي ضغط المباراة مجددا ضغط المباراة كم هو محظوظ